طبعا تطبيقا لتعليمات وتوجيهات سيد رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون بخصوص ارسال مساعدات في اطار المساعدات الانسانيه الى الشقيقه ليبيا نظرا للظروف المناخيه الاستثنائيه التي عاشتها المنطقه، لا سيما الاعصار الذي ضرب منطقه درنا والولايات المجاوره لها في جمهوريه ليبيا الشقيقه. سخرت الجزائر امس 8 طائرات عسكريه اقلعت من مطار بوفاريك العسكري بها مساعدات انسانيه تتمثل في مواد غذائيه، افرشه، اغطيه، خيم وادوات طبيه او مواد طبيه صيدلانيه، بالاضافه الى فرقه الحمايه المدنيه او فرقه الاغاثه التابعه لجهاز الحمايه المدنيه الجزائريه المتكونه من 113 عونا بمختلف الرتب يقودهم ضباط سامون من المديريه العامه للحمايه المدنيه. هذه المساعدات قلت التي تدخل في اطار التقاليد التي تحفظها الجزائر مع كل دول العالم ومع الشعوب المجاوره ومع الدول المجاوره، وكذلك هو التزام لكل اسس التضامن والتكافل، وهو التزام كذلك لا مشروط لا محدود بين الجزائر والشقيقه ليبيا. صحيح سيد كريم، كذلك تجربة الجزائر في المساعدات تعد رائدة، خير مثال على ذلك هو الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. هل ربما كذلك بغض النظر عن المساعدات ستكون هناك فرق للبحث عن المفقودين، فرق إنقاذ يعني لاستخراج تحت الإنقاذ، هل سيكون ربما هذه الفرق بنفس حال سوريا وتركيا، هل ستكون بنفس العملية ونفس الوتيرة؟ نعم، الفرق المتدخلة أو الفرق التي غادرت الجزائر يوم أمس المقدر عددها ب 113 عنصر بمختلف الرتب هي فرق تحتوي على فرق فرعية متخصصة في مختلف المجالات، سواء في الإغاثة والبحث عن المفقودين أو فرقة الغطاسين أو الفرقة اللوجستية أو فرقة المانجمنت أو فرقة الأطباء المختصين في طب الكوارث، والقيادات العملياتية اللي راح تكون على مستوى المنطقة تختلف اختلاف كبير على ما يسمى بالتدخل على مستوى سوريا وتركيا، باعتبار ان هذه المنطقه عرفت زلزال على مستوى سوريا وتركيا، ليبيا عرفت فيضانات وعرفت منكوبين وعرفت كذلك فقدان للمواطنين من الجنسين في منطقه درنا والولايات المجاوره لها. اذا سيناريو التدخل يختلف اختلاف كبير على التدخل الذي قامت به فرق هنا على مستوى سوريا وتركيا، باعتبار انه سوريا وتركيا تعرضت الى ظاهره الزلزال اللي هو خطر طبيعي، بينما ليبيا تعرضت الى خطر الفيضانات، فتقنيات التدخل واستراتيجيه التدخل تختلف اختلاف كبير، حتى الوسائل المستعمله وسائل التدخل كذلك تختلف بالنسبه للبحث عن المفقودين تحت الانقاض في الزلزال والبحث عن المفقودين في الوديان وكذلك اللي راهم موجودين تحت الاتربه والوحل والطمي في منطقه ليبيا الشقيقه. اذا هناك برامج، هناك استراتيجيات، هناك تقنيات تدخل سيشرف عليها ضباط سامون من المديريه العامه للحمايه المدنيه الذين يراسون الوفد، ونظام عمل يكون ممنهج من اجل تقديم العون للشقيقه ليبيا وللمواطنين العزل الذين هم ما زالوا مفقودين وحتما هم تحت الانقاض تحت الاوحال والطن اللي عرفتها هذه المنطقه باعصار دانيال الذي ضرب المنطقه وخلف خسائر ماديه وبشريه كبيره، تابعناها وتابعها كل شعوب العالم من خلال وسائل الاعلام المسموعه والمكتوبه والمرئيه. اذا فرقنا الان هي تتواجد بالقرب من منطقه درنا، ستكون البداية بإنشاء وبناء قاعدة الحياة لفرقة الحماية المدنية المقدر عددها ب 113 فرد بمختلف الرتب، ثم هناك سيناريو عمل يطبقه ضباط السامون على الفرق المتخصصة والفرق المتدخلة، واللي راح يكون قلت عمل ممنهج من أجل القيام بعملية البحث عن المفقودين ثم عملية المسح النهائي اللي راح تكون للمنطقة التي ستخصص للحماية المدنية الجزائرية في منطقة درنا. سيد كريم، كذلك من بين أهم المساعدات هو الفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، كذلك فرقة إدارة العمليات وفرق البحث والإنقاذ، كذلك الأخصائيين النفسانيين، يعني أهمية هذه المساعدة في هذه الحالة. والله إذا تكلمنا عن دور الأخصائيين النفسانيين في هذه العملية، أنه لا يختلف اثنان على أنه المنطقة الآن منطقة منكوبة، تعرض أهاليها وشبابها وطفولتها أو طفولة المنطقة إلى صدمات نفسية من جراء تلك اللحظات التي عاشها سكان ليبيا الشقيقة من جراء الفيضانات،
فالأخصائيين النفسانيين لهم دور كبير راح يقوموا به مع الأهالي ومع المواطنين ومع الشباب ومع الأطفال من أجل إعادة إدماجهم في الحياة الطبيعية من خلال تمارين راح تكون يطبقها الأخصائيين النفسانيين واللي هم مختصين ولهم كفاءة واحترافية كبيرة في هذا المجال حتى يحضرونهم للعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا. وما يخفلكش أنه تقريبا كل الدول العربية الآن راهي كان اللي انطلقت في الدخول الاجتماعي أو الدخول المدرسي كان اللي هي على أبواب الدخول المدرسي منها الجزائر، فحتى شبابنا وأطفالنا في دولة ليبيا الشقيقة هم كذلك هم على مشارف الدخول للسنة الدراسية أو بداية الموسم الدراسي، فشكلت لهم هذه الفيضانات وهذه السيول والمياه الجارفة أزمات نفسية. سيعمل الأطباء الأخصائيين النفسانيين في هذا المجال من أجل إعادة الحياة الطبيعية لكل الأهالي والسكان، خاصة تلك الأسر التي فقدت الأبوين أو فقدت العديد من الأفراد. ونحن نتابع في التلفزيون الجزائري وما قام به من روبورتاج عن المنطقة، شفنا بعض العائلات التي فقدت كل أفراد الأسرة، شفنا الأسر التي فقدت الأم نتاعها أو فقدوا فلذات الكبد نتاعهم. فهنا عمل كبير راح يقوموا به الأخصائيين النفسانيين رفقة الأخصائيين النفسانيين لدولة ليبيا الشقيقة وكل الدول التي ستقدم المساعدة إلى الأشقاء في ليبيا من أجل إعادة المواطن الليبي إلى الحياة الطبيعية العادية التي كان عليها قبل فيضان أو دانيال، أي إعصار دانيال.